إن مثل هذا التشريع سوف يشكل خرقاً فاضحاً وصارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. فمن الذي يمارس التطهير العرقي؟ من الذي يمارس التطهير العرقي؟ إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هو لعب بالنار. إن استمرار هذه الاعتداءات هو لعب بالنار. لا أحد يعرف إلى أين ستصل الأمور إذا استمرت هذه الاعتداءات وإرهاب المستوطنين. وأنا أقول له بأن اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل الذي صدر في العام 93 ولا زال قائماً حتى الآن، إلا أنه ليس اعترافاً مجانياً، فعلى إسرائيل أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين. إلى أين ستصل الأمور إذا إن تحقيق مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقتضي بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني ولا زالت، الأمر الذي سيفتح صفحة جديدة من التعايش ويسهم في مد الجسور بدلاً من بناء الجدران. التهرب من المؤتمر، فجاء الانتداب البريطاني بعد هذا ليترجم الوعد إلى إجراءات وسياسات ساهمت في ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعب آمن ومطمئن في أرضه لم يعتدي على أحد ولم يشارك في حرب ضد أحد. إن من يؤمن بحل الدولتين، والجميع العالم كله يتحدث عن حل الدولتين، عليه أن يعترف بهما بالدولتين وليس بدولة واحدة ويتنكر للأخرى.